عاودي مشي لك مسيان اون بلو بلو فوز دوفر جنسيون مثل وايفل تي تقيل فاتلك صح عليك تقول نزيد نقول يزيك وقعي قاعدة تكتوني كنو نشون سافاتي بزينا لهم قلو سدعينيهم لردو واحد ورا واحد جو والله غاغي يا كهو من النجوم ومن الحساب التربة قالي ومن البيت اللي غني واللي يشتح واللي مثل فوق المسر خميس حمى وزيت عبو عصام وإياد مشتاق وغسل ثومية حصلوا في الرجع أرضي اللي يبكي واللي سيح واللي شاهد واللي ديح من هذا حزب الأمير الكل يقف للزلزال كل حاجة لك حمل همامي ضد الزلزال ضيع أولا هذا الزلزال يتم داخل أطر شرعية لذلك فالزلزال هو مناد جميع صحة شريبتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الزلزال ليش ما خليتوش الترويكة تخدم ليش؟ اليوم باش نشاهدوا مع بعضنا ردة فعل زوز ضحايا جدد وهما الشيخ خميس المهجري يا أخي العلمانية متاعنا علمانية غريبة وراو تعبنا معاش النجم التوانسة ومنذر بالحاجة علي القيادي في نداء تونس يا أخي القوس هذا يجب تسكر في أقرب وقت البداية باش تكون مع المنذر الحاجة علي اللي استدعيناه لإجراء حوار على أمواج مزيف يتحدث فيه على حزبه نداء تونس المنظر المنظر قلت لك اعطيني عيوب اعطيتني محاسن يستشير برشا ما خاب من الاستشارة لكن انا اقول لك اقول لك علاش لانه كي تطول الاستشاره يولي القرار معقد كي تطول الوحده القرار معقد وانا كان عندي ماخذ كبير على البيجي قلت سمسي سامحني راني ما فيش معاه بدا الحوار وصارت أثناء الرجة صغيرة اللي حس بها ضيف أما واصل الحديث وكأنه ما صار شيء وكان لازم يدخل ناجي كالعادة الاستوديو باش يعلن حدوث رجة أرضية باش تنطري الحكاية على ضيفنا ويصدق بعدها حدوث الزلزال رجة كبيرة مشينا وجينا شنو استوديو بيدو مشي وجاء نرعش أنا وليش كمان أحلو وش كم يسابك لا في المرأة مجتمع المجلس الوطني في الهيد الاسبوع اذا انتم حزب ضيفنا صدق أنه يعيش زلزال مدمر ومخمم كان في مغادرة استوديو
الباب وتواصل الرجات العنيفة خليه منذر بالحاجة عليه يلقى طريقة أخرى يهرب بها من الخطر ويغادر المكان. بعد ما حصل وافق منذر باش يبقى معنا في استوديو حتى ما شكش ضيفنا الثاني الشيخ خميس المجري حتى لحظة وأنه في برنامج إذاعي للحديث على مسير. خدمت في وسط الجالية على المنابر وعلى الدروس وحتى في تعليم الأولاد في بعض المدارس. الرجل ولا ما خوفتش الشيخ خميس اللي واصل حديثه وكأنه ما صار شيء. زعم ما حدوث الزلزال كيفاش باش تكون ردة فعل ضيفنا؟ وقعدوا معنا بعد الفاصل. الله أكبر. تعليم الأولاد في بعض المدارس. قبل الفاصل الشيخ خميس حسب الرجة واصل الكلام، أما دخول ناجي وقراءته البلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي خليهم يشك حتى لحظة كيف صار الزلزال. مفهوم القرار أنه قرار سياسي لا يرتقي لكون يعني قضائي، ولذلك برأتني ولله الحمد. الله أكبر. استنى اطفال. قوة الرجات واكتشاف هذه إصابة التقني خلاه الشيخ ما يخمم كان في مغادرة استوديو. Thank you.
الصندوق؟ نعم. خرجني. سامك. ما عادش تنفس. ما عادش تنفس. كما ضحيتنا الأولى منذر بالحاجة عليه أمام استحالة الخروج من الباب، يختار الشيخ خميس المجري الهروب من الشباك. عدوا وحدك خوين الدرجة خوين الدرجة. عمل سؤال يعني عمل سؤال استنى انا صدقت ككل ما مؤمن غرير مسكين يصدق. خممت في السيد اللي خذ تجرح ودم، خممت فيك شديتك من يدك، صح ولا؟ أنا عارف بحول الله مازال ربي بشي طول عمري لي أشياء ممكن تنفع البلاد إن شاء الله. ربي وهذا نتمناه. ربي يطول في عمرك يا شيخ خميس. إن شاء الله. اللهم ينجينا إن شاء الله. ذكرني شيخ. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. هذه الأرض تحدث تتكلم وتقول مشى علي فلان بكبر وبتخيل، ويومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تابعوا معنا غدوة حلقة جديدة وضيف جديد في الزلزال.